لو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك الأحمر وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان الكل يستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا. النهاردة جايبة لكم وصفة جميلة جدا 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 لإزالة الشعر، شعر الجسم وشعر الوجه. تعبتي من إزالة الشعر بالسويت، ألم شديد أثناء إزالة الشعر، برضو الشعر بيرجع يطلع تاني. الحل ده موجود عندي في خطوتين، يعني بسيطة جدا جدا والمكونات سهلة جدا اللي هنستخدمها في الوصفة. تابعي معايا الفيديو للآخر علشان نعمل الوصفة بتاعتنا صح وتجيب معاكي نتيجة هايلة. الوصفة اللي معايا النهاردة هنقدر ان احنا نزيل الشعر بدون ألم، وكمان هنعجز نمو الشعر، وكمان هنزيل الشعر بطريقة مختلفة خالص، لا بالسويت ولا بالشفرات، بطريقة سهلة جدا وجميلة وغير مكلفة خالص، ودي هتساعدنا على عجز نمو الشعر وإزالة الشعر كمان من الجذور. تمام، لو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك. أول خطوة معانا يا حبايب قلبي، معانا هنا اتنين، يعني جايبة أنا طماطم اللي هي البندورة أو الطماطم أسماها نصين. تمام، معانا هنا معجون الأسنان. طيب، معجون الأسنان معروف لتسكين الألم وإزالة الشعر. طبعا أكيد كلكم عارفين إن معجون الأسنان مفيد جدا لإزالة الشعر الزائد، وكمان بيعمل على تسكين الألام كبنج رهيب جدا لإزالة الشعر. وكمان الطماطم ليها مفعول رهيب جدا جدا لتسكين الألام وكمان لمساعدة في إزالة الشعر. طيب، دي الخطوة الأولى، تابعوا معايا علشان هقول لكم إزالة الشعر هتقوم إزاي. هنجيب زي ما انتم شايفين كده، حطينا معجون الأسنان على نص الحباية الطماطم، وهندعكهم كده مع بعض. ايوه كده زي ما انتم شايفين، وعلى المكان اللي احنا هنزيل الشعر قبل إزالة الشعر هندعك كده كويس قوي 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 المكان اللي احنا عايزين نزيل منه الشعر. طبعا ده لتسكين الالام، وكمان كبنج موضعي، وكمان علشان نعجز نمو الشعر، بيعجز نمو الشعر، وكمان بيعمل على تسكين كبنج موضعي للالام. اقسم بالله يا جماعة انا بجرب الوصفة دي، رهيبة رهيبة. هنفضل نقلب كده، يعني نفضل ندعك كده، ندعك لحد ما يعني حوالي دقيقتين تلاتة كده. تمام، زي ما انتم شايفين كده، بعد ما قعدنا في الاماكن اللي احنا هنزيل منها الشعر، اذا كانت تحت الابط، اذا كانت في الجسم، اذا كان في الوش، في الاماكن اللي احنا هنزيل منها الشعر هنفضل نعمل كده. بعد ما هنخلص الخطوة دي، طبعا ده طبعا عشان انا بجرب على ايدي، طبعا هتعملوا الموضوع ده على جسمكم، لو عايزين اكتر بتعملوا. تمام، تاني خطوة يا حبايب قلبي اللي هتخلينا نزيل الشعر تماما، لا بالسويت ولا بالشفرات ولا بأي الطرق التقليدية اللي احنا متعودين نزيل بها الشعر جسمنا او وشنا او الوجه بطريقة جميلة. الطريقة معانا سهلة قوي قوي قوي، ولا هتحسي بأي حاجة ولا بألام، وكمان هتعجز نمو الشعر، اللي هو الجيلاتين. طبعا الجيلاتين ممتاز جدا في إزالة شعر الوجه والجسم من الجذور، وكمان بيساعد على عجز نمو الشعر. وكمان اللي جربت الجيلاتين لازم تجربيه بطريقة صحيحة،
لان في ناس بتجربه بطريقه غلط فما بتجيبش معاهم النتيجه اللي احنا محتاجينها. معايا هنا معلقه من الجيلاتين. طبعا الجيلاتين ده بنجيبه منين؟ بنجيبه من عند العطار او من السوبر ماركتات الكبيره، بيكون متوفر جدا وتمنه رخيص قوي، يعني الشويه اللي انا جايباهم جايبه ب5 جنيه، يعني قليلين تمنهم قليل. معانا هنا مع كوب انا حاطه فيه ميه دافيه، ميه تكون دافيه يعني ازيد كمان من الدافيه، السخنه بس مش سخنه قوي. تمام، هنحط هنا ادي 1 2 3، حطينا 4 معالق من الميه الدافيه، لان الميه الدافيه هي اللي بتخليه يبقى زي ما انتم شايفين كده قوامه زي ما انتم شايفين. تمام، محتاجين برضو نحط كمان معلقة تاني من المية. زي ما انتم شايفين قلبنا الجيلاتين كويس. طيب هنستخدمه ازاي؟ انا هوريكم. هناخد الجيلاتين وهندهن، هندهن الجيلاتين زي ما انتم شايفين كده. هندهن مكان اللي احنا هنزيل منه شعر الجسم او الوجه، هندهن بالجيلاتين زي ما انتم شايفين كده عكس اتجاه الشعر، عكس اتجاه الشعر. اقسم بالله العظيم يا جماعة ممتاز في ازالة الشعر بدون الم، وكمان المكونين اللي احنا عملنا بيهم اللي هو معجون الاسنان مع الطماطم ده لوحده هيسكن الالام، وكمان بنج طبيعي، وكمان بيعجز نمو الشعر. بعد ما زي ما انتم شايفين كده فردنا الجيلاتين، الجيلاتين بيقعد 10 دقايق او ربع ساعة على ما بينشف. بعد ما بينشف الجيلاتين بيجلد خالص وبيبقى عامل طبقة كده بنقدر ان احنا نشدها، بنقدر ان احنا نشدها، والشعر بيتزال معاها واحنا بنشدها. يعني مثلا انا دهنت من هنا، بعد ما بينشف الجيلاتين بنيجي نسحب كده وبنشيله، بيتشال معاه الشعر بمنتهى البساطة بدون ألم وبدون أي تعب. إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله يا حبايب قلبي الوصفة هتجيب معاكم نتيجة هايلة 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 وممتازة جدا، وأقسم بالله العظيم بتعجز نمو الشعر، وكمان بنزيل الشعر بطريقة سهلة جدا وبسيطة وغير مكلفة، ولا هنكلف سويت ولا هنقعد نعمل في سويت وبعدين بيرجع الشعر تاني. لا، اعملوا بس اهم حاجة الخطوة اللي انا قلتها في الاول اللي هي معجون الاسنان مع نص حباية من الطماطم، وندعك فيها مكان ازالة الشعر، وان شاء الله باذن الله هتجيب معاكم نتيجة هايلة. وعايزة اقول لكم ان الجيلاتين لازم تستخدميه زي ما قلت بالظبط، وما تستعجليش وتقولي ده منشفش علشان ازيله، بينشف. اقعدي في مكان يكون فيه هوا، يعني يكون مثلا في مكان مهوي، يعني مثلا مروحة او كده، تقعدي في المكان يكون فيه هوا، هتلاقي ان الجيلاتين ما كملش معاكي 10 دقايق ونشف خالص، وبتسحبيه زي ما قلت، وانت بتسحبيه كده بيزيل الشعر بطريقة سهلة جدا وبسيطة وغير مكلفة، وكمان مع مرة في مرة هتلاقوا ان الشعر اتشال خف خالص بطريقة سهلة جدا وجميلة وغير مكلفة. ان شاء الله الوصفة على ضمانتي، لاني انا ما بقدم لكوش اي وصفة غير لما بجربها انا على نفسي شخصيا، وبتجيب معايا نتيجة هايلة. ان شاء الله هتجيب معاكم نتيجة هايلة. ما تنسوش يا حبايب قلبي فضلا وليس امرا لايك للفيديو. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.